السلام عليكم. اليوم نعرفكم بالأشغال تاع التهيئة والترميم والتجديد للبنايات المتواجدة في القصبة السفلى، إذن بمدينة الجزائر العاصمة، ونأخذ كمثال هذه البناية الرائعة التي يتم تم تهيئتها ويعني الأشغال تقرب من النهاية تاعها. إذن نخليكم تتابعوا هذا العمل، هذا يدخل في إطار العملية الكبرى تاع ترميم البنايات العتيقة في الجزائر العاصمة، واللي تعتبر واجهة نتاع الجزائر ككل. إذن في هذا الإطار نخليكم تتابعوا هذا الفيديو عن هذه البناية الرائعة التي تم ترميمها وتجديدها. أترككم تتابعون، السلام عليكم.